تبادل زكاة الفطر فيما بينهم أهل الحي الواحد، يعني يتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم أو الأقارب فيما بينهم، ولا يعني يحتاطون ولا يبحثون عن الفقير والمحتاج، وإنما يتبادلونها فيما بينهم وهم فقراء، وقد يكون بعضهم فقير وبعضهم غير فقير. أما إذا كانوا غير فقراء فهذا من الخطأ ومن التلاعب بهذه العبادة. نعم، لا يجوز للمسلم أن يتلاعب بهذه العبادة. زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين، أما أنهم أغنياء ويتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم فهذا من التلاعب بالعبادة، لا يجوز ولا تقبل بهذه الطريقة. أما إذا كانوا فقراء بمعنى أقارب فيما بينهم وكلهم فقراء، فأغنى الله عز وجل هذا الفقير وأغنى ذاك الفقير، فيجوز أن يعطي الواحد الآخر، لكن بشرط أن يلحظ بعضهم بعضا. إذا كان مثلا وصل إلى حد الغنى فيعطي الفقير ولا يعطي الغني، بمعنى إذا كان هذا الفقير اغتنى حصل ما شاء الله 10 أكياس من الرز و10 أكياس من الطحين وكذا كيلو من التمر وكذا من البر، هذا أصبح غنيا في هذه الليلة، فهنا يذهب فيعطي زكاة الفطر لفقير آخر، ما يعطيها للفقير الذي من أقاربه الذي قد أغناه الله عز وجل. هذه عبادة لا يجوز التلاعب بها. من يريد الثواب والأجر عليه أن يتحرى أين يضع زكاته فطره، أين يضع زكاة ماله. الآن كثير من الناس لا يكلف نفسه للأسف الشديد البحث عن الفقراء والمساكين.